طيب، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وبعد. تعليق سريع على موضوع فيه فقه التفكير والعقل، وفيه نوع من التعامل مع الأمور بمنهجية سوية حتى نفسيا. اللي حصل في سياق المناظرة اللي حصلت أخيرا حول فلان، طيب في عنا فلان، أي ما شاء الله فلان، طبعا كلمة فلان يعني خيرا استخدامها لما يكون في إرهاب على شخص معين، فبدل أن تنقده ماذا تفعل؟ بتروح بتخبي الكلام فتقول فلان إحنا خلينا نحكي عن الموضوع. لذلك تجد الكتب اللي كان فيها حتى ناقد لإمام أهل الرأي أبي حنيفة كان تستبدل اسمه بفلان، يقولون فلان هكذا. فعلى كل حال فإحنا خلينا نتكلم عن فلان، لأن الموضوع ليس نقاشا علميا وإنما إرهاب فكري، ولكن احنا نقول على كل حال. طيب فلان، لما يكون القضية أن فلان قال أقوالا، فأقوالا يعني أقوالا عقدية، أقوالا فقهية، قال أشياء يعني، وقال إيش يعني قال؟ يعني اتخذ عقائد معينة فصرح بها ويعتقد فكر معين. فالقول عندنا ليس مجرد كلام يعني حكي، وإنما القول لما نقول فلان قال كذا، قال يعني نفترض أنه يقول هذا وهو يعتقده هذه الأقوال، ها؟ هذه الأقوال. فبناء على قوله فهناك حكم، سبحان الله. الحكم هذا هناك حكم عائد على القول، هناك حكم عائد على فلان. طيب، بناء على قوله. طيب، فالنقاش اللي حاصل حول فلان إنه هل فلان ينطبق عليه حكم معين؟ يعني باختصار كان في النقاش الحاصل أن النووي قال أقوالا تجعله مبتدعا باختصار، الطرف المقابل كان يقول لا فلان ليس مبتدعا. طيب، هيك الموضوع هكذا يظهر بشكل عام يعني، فهو كأنه يظهر فلان هل هو مبتدع يعني وقع في البدعة أم لا، وكأن الموضوع هكذا. طيب، الأصل مثل هذا النقاش يمر بهذه المراحل، هل فلان قال هذا القول؟ فإذا قاله ما حكم قائله، سواء حكم القول أو حكم قائله؟ بالضوابط طبعا، كل شيء بالضوابط، يعني حكم إثبات أن فلان قال قولا معينا، هذا في أشياء كثيرة لكي تعرف هل قاله ما قاله، هل هو لازم قوله، هل هو عين قوله، وهكذا. كذلك هل هذا القول ما حكمه؟ ثم بعد ذلك هل هذا بدعة أم لا؟ في حقيقة الأمر الموضوع أبعد نوعا ما، انظر معي. الآن نتكلم عن الموضوع بشكل مجرد أكثر، فلان عندما يقول قولا فأول شيء نرى هل تثبت صحة هذا القول له أو لا. فنرى هذا القول، شو ماذا نرى في هذا القول؟ نرى هل هو قول صحيح أم قول فاسد، فيحكم على القول بصحته وفساده. صحيح يعني شيء كويس جيد ولا خطأ، يعني صح ولا خطأ بين قوسين، صح أو خطأ. طيب، الآن من يقول هذا القول، من يقول هذا القول، يعني إذا أردت أن أقول فلان زائد قول يطلع حكم، حكم قائل هذا القول، لأنه تمام قلنا أن هذا القول صحيح ولا فاسد، لكن الحكم قائل هذا القول إيش هو؟ هل هو وقع في سنة أو هو على السنة أو هو في بدعة؟ طبعا السنة مقابل بدعة من أي وجه؟ السنة يعني شيء نتبعه، فهل هو وافق سنة نتبعها نوافقها، أم هو في بدعة، في شيء مخالف، في شيء؟ والبدعة يدخل فيها أيضا بدعة تكون أكبر وهي تدخل في الكفر. طيب، المفروض هيك الموضوع بسيط، يا الله ما أسهل الحياة، لا ليست بهذه السهولة. لما؟ لأن الموضوع هو فيه بحث موضوعي كما يسمى في عالم اليوم، واقعي، هل فلان قال هذا القول؟ فهذا أول نقطة في البحث، فنحتاج إثباته.
ونفهم قوله كما هو. ثم نحتاج أن نعرف هذا الحكم، هذا الحكم، هذا القول وحكم قائله ما هو. طب كيف نعرف هذا بالضبط؟ هنا يختلف الناس، يختلف الناس، وهي مسألة مهمة جدا، مهمة جدا أن نعرفها في هذا السياق. فشوفوا اختلاف الناس كيف الفرق بينهم، وهون تجد أيضا معيار صدق عظيم جدا مفقود عند كثير من الناس، معيار صدق مفقود عند الناس. فمثلا نتكلم على مثال النووي لأنه مثال جيد. فيقولون النووي قال أقوالا، مثلا قال قولا في موضوع العلو، في موضوع تأويل الصفات بمنهجية منحرفة، بل بلاش سميها منهجية منحرفة، الآن بدي أوصف الأمور بوصف قبل الأحكام، بمنهجية التأويل، تأويل عن المعنى، يعني جعلها من المجاز وكذا. طيب فهذا قوله، ما حكم هذا؟ الآن يختلف الناس. فمن الناس من قال نعم النووي قال بهذه الأقوال أو ببعض منها، أو لأنه هي أقوال مختلفة. طيب قال بأقوال مثلا بتأويل الصفات بمنهجية أهل الكلام في تأويل الصفات، وليس تأويل صفة من الصفات أو تأول حديثا معينا أو كذا، لا 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 لا، هو منهج التأويل اللي هو يرفض أصلا حقائق الصفات. تمام، فيقول فقال هذا القول. طيب هذا نحتاج أول شيء أن نتباحث فيه، لأنه من الطرفين من يقول هذا الكلام. إيش يعني؟ يعني تجد من يقول هذا الكلام ليس فقط الذين يشنعون على النووي، بل بعضهم يقول تمام النووي قال هذا الكلام وكلامه هذا أصلا صحيح، أصلا هذا هو السنة، أصلا هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح وحكمه أنه سني ما شاء الله، أصلا هذا هو السنة. وهؤلاء يعني الأشاعرة يقولون هذا، فهم يثبتون القول من ناحية علمية بحثية، ثم من ناحية اعتقادهم وما يقينون به إنه هذا هو الحكم الصحيح لأنه منهجهم هكذا، فبناء على منهجهم يقولون، لكن بناء على منهجهم ما بيحرفوا الأصل إذا كانوا محترمين، ما يغيروا الكلام، يقولون ما يقول بالضبط، هو يقول كذا وكذا، وبناء على هذا الواقع اللي إحنا لن نغير فيه بناء على ما يعجبنا وما يعجبنا، لا نغير بحسب الأحكام التي نريدها والنتيجة التي نريدها، لا لا لا، يعني لسنا من البداية عنا إنه النتيجة موجودة أنه سني، لا لا لا، إحنا نرى فلان قال هذه الأقوال والأقوال هذه بالنسبة لنا صحيحة، ومن اتخذها فهو سني ما شاء الله عليه. طيب هؤلاء قوم يقولون هذا القول، وهناك قوم آخرون يقولون لا، هو قال هذا القول وهو قول فاسد، وهو قول فاسد، ولكن لموانع، هنا نسميها الضوابط، نحط ضاد هنا، ضوابط مختلفة لا ينطبق الحكم البدعة على فلان فيبقى من أهل السنة، وذلك الاعتبارات. بعضهم يقول لأنه جاهل، لأنه لا يعرف، لأنه كان متأثر بعصره، لأنه متأول، بغض النظر أن اقتنعت مع هذا الضابط ولا ما اقتنعت الآن، لكن هكذا يقولون. فيقول فلان قال هذا القول وقوله خطأ وهو فاسد، ولكن هناك اعتبارات مختلفة تجعلنا لا نحكم عليه. طبعا هنا يختلفون في الاعتبارات المختلفة. طيب هناك طرف ثالث يقول، إذا هون لازم نلون ألوان، ما فيش معي ألوان، فعندنا طرف أول، بس نحط أرقام، أول قال أنه قال القول وهذا القول صحيح وحكم عليه بأن لأنه صحيح أنه هذا سني وما شاء الله عليه. وهناك قوم آخرون قالوا قال بالقول وهو صحيح، قال بالقول وهو عفوا وقال بالقول والقول فاسد، ومع ذلك لا ينطبق الحكم لموانع وكذا، فيبقى في داخل السنة، فهو سني ولكن قوله فاسد. طيب وهناك قوم آخرون قالوا لقد قال لم يقل بهذا القول كما تفهمونه،
فهو فهم خطأ أو نقل عنه خطأ، تمام؟ فكلامه ليس كما يفهم، كلامه ليس كما يفهم. فهذول إذن قالوا بصحة كلامه، يعني نحط زي هيك، صحة كلامه، صحة نسبة القول، وأنه صحيح وأنه سني. والآخرون قالوا أنه قال بالقول مع فساد كلامه، مع فساد القول هذا، ولكنه يبقى سنيا. والثالثون قالوا لم يقل بالقول كما تفهمونه، وكلامه إذن صحيح، لأنه لم يقل بالقول، بالعكس هو قال كلام صحيح ما شاء الله عليه، فحكم عليه بأنه سني. طيب، وهناك فئة رابعة قالت أنه، المشكلة هذه بتدخل في هذا الموضوع، لكن أنه قال بالقول ولكنه عدل عنه بعد ذلك، أي رجع عنه، فلو أنه رجع عنه، ولذلك قوله صحيح، قوله الثاني صحيح، ولو كان على قوله الأول لكان قوله فاسدا، ولكن قوله صحيح، ولذلك هو سني، ولكنه لو كان على قوله الأول لكان مبتدعا، ولكنه سني لأنه رجع. طيب، وهناك قوم آخرون قالوا هو قال بالقول، تمام. أنا بتكلم عن، طبعا لا أجيب، لا أتي بجميع الاحتمالات، أتكلم عن ناس موجودين يعني، تمام. طيب، لأن الاحتمالات كثيرة جدا، ولكن أقول من يقول أنه قال بالقول، تمام، وقوله فاسد، وهو بذلك مبتدع. وهنا أيضا ينقسمون على من بدعه بدعة يكفر بها، أو منهم من جعل هناك موانع لتكفيره بجهله أو تأوله أو كذا، فجعله فقط في بدعة مفسقة. هؤلاء، قل لي بالله عليك، بين هؤلاء فقط، بس بين هؤلاء فقط، قل لي بالله عليك، هل هذا دين لما تجد أن أربع طوائف من هؤلاء يقفون في وجه طائفة أخرى، والاختلافات واسعة، اختلافات واسعة، والفرق الوحيد بين هذه هو بس الحكم على الشخص، الحكم على الشخص فقط، فهل هذا هو القضية؟ إذن إحنا نحتكم للنتيجة النهائية؟ طب وصحة الأقوال وفسادها والحكم الأساسي أصلا؟ لا لا، هذا كله ساقط، أهم شيء هو بالأخير طلع هيك ولا هيك، هذا هو، هذا الأمر. كيف أشرح لكم ببساطة؟ يعني الآن أليس هناك من يقول، طبعا هؤلاء ما ش... يعني هؤلاء الذين يعتقدون بصحة القول وعلى أساسه سنيته اللي هم الأشاعرة وكذا، شغالين شغالين بحملة جيدة في يقولوا لهؤلاء أن أنتم ما بتفهمون، تمام؟ لكن من وجه أنه واقفوا مع بعض ضد هؤلاء. كيف؟ فمثل هذا مثلا الذي يرى أنه قال هذا القول وقوله فاسد ولكن لا يحكم عليه، طيب؟ في حين الرابع يرى أنه قال هذا القول ورجع عنه، ولولا أنه رجع عنه لكان مبتدعا. فكيف يتوافق مع هذا الذي يقول إنه لا لا، قوله حتى لو قاله ولم يرجع عنه، على كل حال إحنا حاطين رأسنا بالحيط، وعلى كل حال سني، لأنه إحنا عندنا النتيجة جاهزة أصلاً، النتيجة جاهزة بغض النظر عن الوصول إلى النتيجة كيف، إحنا في عندنا النتيجة جاهزة وبدنا نوصلها كيف ما كان. فتجد هذا ما عنده مشكلة مع حد، لا يسرب عليه ولا يحزن، مع إنه حقيقة إن أصل إنه هو يدافع عن هذا في مقابل هذا، يقول له إيش؟ يقول يا أخي، طب إذن هذا محترم خلافه، لأنه هو يثبت ولم يثبت له الرجوع الذي ثبت عندي، فطبيعي يوصل للنتيجة هذه، أنا لأنه ثبت عندي الرجوع الحمد لله فلا أصل للنتيجة، لكن لو أنه لم يثبت ستصل إلى النتيجة، لكن لا. كذلك الأمر الطرف رقم ثلاث، رقم ثلاث يقول أنه أصلا لم يثبت عليه الكلام، أو الكلام مش صحيح، لا لا لم يقصد كذا، أو بعضهم يقول لا كلامه ليس معناه كذا. طب إذن لأن كلامه ليس معناه كذا فكلامه صحيح وهو لا يدخل، طب لمن ثبت عنده أنه لا كلامه معناه كذا، فالمفروض تكون معاه أنت في هذا السياق. فكيف سبحان الله يعني كلها دخلت مع بعضها البعض، مش بس هيك، في طوائف أخرى. طائفة رقم ست، طائفة رقم ست تقول قال ولا ما قال، فاسد ولا صحيح، لا يؤثر على الحكم هنا أصلا، لأن الحكم هنا ليس متعلقا بهذه الأقوال في هذه المسائل،
انه مش فرق، لانه ما في فرق، سني على كل حال، لانه مش هذا الموضوع تبعنا. والذي الاصل كل الخمسه هذول عندهم مشكله مع هذا، لانه كيف يعني هيك؟ كيف ما في فرق؟ كيف ما في فرق؟ وبعضهم يرجع الى تمام، احنا عندنا مشكله اصلا في الحكم نفسه هذا. من قال انه، او هذا القول من قال انه صحيح وفاسد؟ بناء صحته وفساده هذه، من قال ان الاحكام تطلق هكذا؟ من قال انه هذا بدعه؟ من قال انه هذا كفر؟ تمام، اذا دعونا نتكلم بالاصول، دعونا نتكلم بالاصول ونناقشها. اما تناقش انه الموضوع انا عندي نتيجه جاهزه وهي هذه، بغض النظر اذا قلت لي، ولذلك بعضهم هكذا نقاشه. طبعا هذا البقيه هيك نقاشه، الناس اللي في الساحه يعني، للاسف غالب الناس العوام، سواء العوام حتى المشاهير يعني، نقاشهم كالتالي: ان النتيجه هذه، طيب النتيجه هذه، فاذا قلت فهو عنده النتيجه موجوده جاهزه، فان قلت انه قال القول، نقول لك ماشي مشكله، حتى لو قال القول لا يطلق عليه الحكم. طيب، واذا قلت، اول شيء خلينا نبدا بالترتيب تبعهم، يقول لك هو سني جاهز، هاي جاهز، مرتب جاهز. طيب ليش يا اخي العزيز؟ بقول لك هو رجع عن قولي، رجع عن قولي، فاذا رجع عن قولي فهو الان على قول صحيح. طبعا فضلا عن انه اللي ما يثبتون انه رجع اليه اصلا فيه اشكالات، بس على كل حال انه هذا صار قول صحيح، ولذلك بالطبيعي نقول له لا، ما هو ما رجع، ما ثبت انه رجع. اقول لك انت ثبت لك انه رجع، انا ما ثبت عندي انه رجع، فلذلك انا يعني متاول في هذه المساله ومجتهد فيها، ايش لك عندي؟ يقول لك لا لا لا، حتى لو قال هذا القول فلم تفهمه انت على الوجه الصحيح، وقوله اصلا لا، ما فيه ولا اشكال. طيب تمام، فانت عندك النتيجه جاهزه، بدك تجيبها كلها. طب انسان اخر اثبت وبقول لك لا، انا ثبت لي 1 2 3 وهي واضح عندي، اقواله فاسده و يعني تودي الى الحكم، يقول لك لا، في ضوابط، وهو جاهل ومتأول وكذا. تمام، هذا بحث علمي آخر متعلق بالعذر، وما هي الأعذار؟ العذر بالجهل، العذر بالتأول، إيش الأعذار الموجودة؟ وإيش الأعذار اللي أنا أعتبرها وهي مسألة علمية تباحثني فيها بعلمية، ما بتجي بتتكلم معي بتهويش، حتى لو كنت تسبقني وتكبرني بالعلم فكلامك بطاطا بالنسبة لي بدون علم. فأنا عندي الضوابط، تمام، الضابط هذا لم ينضبط عندي. يقول لك لا، حتى على كل حال هو هيك، أنت يعني أعلى من فلان، فهي أنت عندك نتيجة واضحة من البداية يعني، فهمت علي؟ فلا تشبه الأمر أنه فلان عنده علم وفلان ما عنده علم، لا لا لا، إحنا اللي بنحاول نفهم عليك بعلم وأنت ما بدك تفهم، وعندك نتيجة جاهزة وتريدها. وهذا للأسف يعني شيء أنت تدرك أنه خاطئ، يعني هذه الطريقة خاطئة وأنت تعرف أنها طريقة خاطئة، فأنت هذا الأمر لا تفعله مع الكفار، لا تفعله مع الملاحدة، لا تفعله مع النسويين، لا تفعله مع العلمانيين، لا تفعله مع الليبراليين، وهو أنه عندك نتيجة جاهزة وحاط راسك في الحيط ولا تناقش. وهذا لم يفعله القرآن، لم يفعله الله سبحانه وتعالى مع الكفار، وهو أنه في نتيجة جاهزة وما في داعي تفهموها، وبدون أدلة ولا براهين، بل الله عز وجل أتى بالأدلة والبراهين على الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي أودع فينا الفطرة لوجوده، ومع ذلك أقام الأدلة والبراهين، وأنزل الكتب والرسالات، وأرسل الأنبياء، وجعل في هذه الأمم المصلحين والدعاء ليصلوا إلى الحق. وانت بتيجي لما تناقش أخوك المسلم وأخوك المفروض اللي أنت وياه على منهج واحد، بتقول له لا، ما بدي أناقش، أنا هي النتيجة هيك، شو ما تجيب لي أدلة أنا بلف الموضوع. أقرب ما يكون الحال هذه لحال لا نريدها لكم ولا نريدها لأي أحد، جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. وبعضهم لما يناقش لا يريد أن يسمع، بيحكي الكلمة وبعدها الكلمة اللي بعدها، طب ما تسمع الكلام، ما تسمع الكلام وتفهم. الاتهامات الجزافة هذه لا تنفع ولا تفيد ولا يرجع منها أحد يعني. ولا أدري طوال تجربتكم الفترة الماضية، إذا رأيتم إنسان واحد فقط فهم المسألة كما هي، كما تطرح، ثم بسبب إرهابكم وبسبب تخويفكم رجع عن قوله، ما أظن تلاقون أحد. كل من تدعون أنهم رجعوا إلى رجعوا عن المنهج اللي مش عاجبكم، إنما بيكونوا شباب لم يعرفوا المسائل أصلا، وإنما هو دخل في حماسة في طرفها ثم خرج بحماسة من طرفها. لكن فلذلك حتى من مصلحتك إذا أردت أن يسمعك الناس أنك تفهم ما يقولون، وتحاول أن ترفض ما يقولون بحسب هذا.
طب ما فائدة كل هذا الكلام؟ أنا ليست قضيتي فلان أو علان أصلا، وليست القضية، ولذلك تعمدت أنا أقول فلان، لأنه مش هو الموضوع يا جماعة الخير، ولا هو الموضوع اللي عمره راح يكون الموضوع، الموضوع في المنهجية. وهذا مثل حال تلك التي، شوف عليه مثلا، رأيت تلك التي تقول مثلا، خلينا نجيب وين نحطه، مثلا إنسانة ترى أن حكم، خلينا نتكلم عن حكم بسيط واضح جدا، الحجاب، الحجاب طيب، وفي حكم طيب، الحكم هذا، أو خلينا نقول يعني، بس أنا بدي أبسطها سريعا، الحجاب وفي حكم، الأصل هذا من أين يؤتى؟ من الكتاب والسنة والإجماعات وكذا، وهذا فيه إجماع واضح جدا أن الحجاب فرض. بعض النساء طبعا الأحكام تدور في أحكام في مندوب فرض، مباح، مكروه، حرام، هذه الأحكام التي يدور حولها الأشياء، فإما مندوب أو فرض أو مباح أو مكروه أو حرام. فالأصل الإنسان إنسانة صادقة مع نفسها، تريد الحكم الشرعي، تسأل وتتعلم وكذا، ممكن هي ما بتعرف عنه، هذا معلوم من الدين بالاضطرار، بس ما بتعرف تتعلم، تعرف أنه الحكم الصحيح هو أنه فرض. طيب بعض النساء اللي عندها شبهات وعندها أسخام وعندها شهوات وعندها أهواء، هي عندها نتيجة في ذهنها تريد الوصول إليها، هي تكره الحجاب وبدها توصل أنه يعني مش فرض، أهم شيء مش فرض، مندوب بصير، مباح بصير، مكروه بصير، حرام بصير، أي شيء مش فرض، أهم شيء مش فرض. طب كيف وصلت إلى هذا؟ ما في داعي، ما في داعي تدور على طريقة، إنما بحسب. إذا إجاها واحد يقنعها يقولها هذا مندوب أصلا، سنة لأمهات المؤمنين، الخطاب لأمهات المؤمنين، ويقنعها بهذا الكلام الفاضي، تقول بالضبط هذا المقنع، كلامه مقنع وعقلاني. هي هل وصلت إليه بالدليل والبرهان؟ لا لا، إنما هي عندها نتيجة بدها إياها، فإنما النتيجة كانت توافق هواها. أو إجاه واحد ثاني قال أصلا هذا مباح، يعني من اللباس، قل من حرم زينة الله، يعني من حرم زينة عادي. لا، في ناس قال مكروه، إنه أصلا هذا تقليد للجاهلية، بل قد تصل إلى الحرام لأنها بدعة استحدثها الوهابي. فهي كيف اللي كيف وصلت إلى هذا؟ ليس عندها أي دليل ولا برهان ولا بطيخ، إنما في عندها نتيجة جاهزة. أنا أدري أن الناس الذين لا أشبههم تشبيها تاما بهذا، لكن أنا بتكلم عن فكرة كيف أن الهوى يعيق الإنسان على أن يصل إلى الحق، يعيق الإنسان على أن يصل إلى الحق. وذلك حتى أنا أتكلم مع إخواني اللي قد لا ينطبق عليهم هذا بالضبط كما هو هيك، أنت كمان لا تجعل مخادعاتهم تجعلك لا تدرك الخريطة، الخارطة الصحيحة، وتسقط بعضهم على بعض. فهذا اللا اكتراثي، أو ذلك اللي ممكن يكون سبعة، مش بس لا اكتراثي، يرى أن الخوض في هذه المسائل كله خطأ، يعني هذا علامة تعجب كبيرة كده. ليس فقط لا يهم هذه المسائل، إنه كل واحد يأخذ العقيدة اللي بده إياها ونمشي، لا لا، هو أصلا طرح هذه المسائل كله أصلا ما بصير نتكلم فيها كلياتها، إحنا في عنا مهمة، أشياء مهمة أكثر. فهذا خطأ غير عن هذا، غير عن هذا، هذا إن شاء الله يعني، ولكن حتى الأخطاء التي تقع من هذا، غير عن هذا، غير، وهكذا مراتب، الناس مراتب. ولا يحملك مثلا، ستجد مثل هذا، هذا اللي هو يرى أنه قال القول ولكن كلامه فاسد، بس أنا حر، هو سنة، من أكثر الناس مخادعات هذول. طيب، وقد يكون عندهم ضوابط في ذهنهم، لكن سيكونوا من أكثر الناس مخادعات، فيسيء الأدب ويقل الأدب أكثر من واحد من هؤلاء الذي هو منحرف من كل وجه، من أوجه كثيرة، يعني من أوجه أكثر. فأنت بتروح تشتد على هذا أكثر من، على أخوك هذا أكثر من هذا، وهذا خطأ. يعني أنت عليك أن تنزل المسائل منازلها وكذا. ثم أنه الموضوع فعلا مش فلان، يعني الموضوع مش فلان، هي صارت قضية، وهذا فاهمينه الجماعة هذول بالمناسبة، إنه القضية في الأقوال وفي الأحكام وفي تأصيل الأقوال وتأصيل الأحكام، من أين نأتي بالأقوال والأحكام. ولذلك صار النقاش، استنى، من حكم؟ من قال إنه من نفى علو الله سبحانه وتعالى كافر؟ من قال هذا؟ هذول متشددين أصلا اللي قالوا هذا الكلام، فصار يضرب الحكم وتأصيل الحكم. من قال بتجهيم اللفظية؟ من قال بتجهيم هذا؟ هذول أصلا متأخرين، ضحكوا
يعني كانوا يتقولون على الإمام أحمد، فهو بيضرب المنهجية، مش موضوع فلان، مش موضوع فلان، مش موضوع فلان. وذلك تجد للأسف كثير من هؤلاء اللي هو مثل هذول، واحد يرى أنه أصلا رجع عن قوله ولذلك يدافع عنه، تجده هو نفسه بيعمل شير لمنشور واحد ثاني منحرف، منحرف يرى أنه لا ما في مشكلة، حتى لو قالها أصلا ما فيها شيء، ما فيها شيء. في مسألة الإرجاء مش فاهمين مسألة الإرجاء، الفترة الماضية قاعدين كانوا بيشمعوا على على كيف أنه قال عنه مرجئ، وهم لا يفهمون مراتب الإرجاء، لا يفهم مراتب الإرجاء، وطلبة علم يشيرون هذا الكلام، وجزاك الله خيرا على استنى شوي شو اللي بتسووه قاعدين، شو بتسووه، شو بتسووه. فسبحان الله يعني. بس هيك هذا كان توضيح سريع، أنا حبيت فكرة إني أخربش على الورقة ونصور بدل ما نطلع بالصورة، فلعل يكون فيها الفائدة، فهي للتفكر وللاعتبار ولمعرفة كيف إنه الهوى يخرب كل ذلك. والهوى فعليا إيش هو الهوى باختصار في هذا السياق؟ الهوى، وهذا في كثير من المسائل سواء العقدية الفقهية الاجتماعية العقد، كل شيء كل شيء، الهوى أنت تريد شيء، تميل إلى شيء، تمام، وتروح عليه، وهذا عكس الدين، عكس الدين، الهوى عكس الصدق. لأنه الدين دائما بيقول لك، دين الله سبحانه وتعالى دائما يدلك على الصراط، الصراط، الصراط طريق، الصراط هذا موصل، فأنت عليك تسلك الصراط لتصل. ولذلك حتى في البحث عن الحق أو في السير في طريق الحق أنت تبحث عن الدليل، سبحان الله، دليل يدلك على الطريق، دليل يدلك على الطريق، هو الذي يدلك، فتحتاج دليل، برهان، حجة، هكذا، هذا الذي تبحث عنه. اللي بيحصل عندك لما الهوى يغلب عليك أنت، لا لا لا، هذا كلياته يصير تبع لي المطلوب، فأنت عندك نتيجة جاهزة، نتيجة، نتيجة جاهزة، وبناء عليها بتدبر لك طريق. فبدل ما تذهب من الطريق إلى النتيجة، لا، هو أنت بحسب النتيجة وتوصل للنتيجة. يعني مثلا الطريق أوصل، هي الطريق أوصلتك إلى هنا، إذن فهذه النتيجة، هيك الأصل، هيك الاستجابة للدليل. لكن أنت إذا أنت أصلا بدك توصل هون، راح تدبر حالك، تجيب لك طريق عشان توصل هون مهما كانت الطريق. الغاية تبرر الوسيلة، بيصير منهجك الغاية تبرر الوسيلة. ولذلك هذا اللي حصل ترى مع أهل البدع كلهم، ولا يصل، لا يمشي بحسب الدليل والخارطة فيصل إلى النتيجة، لا، هو عنده نتيجة جاهزة وبده يوصلها. ولذلك مثلا الجهمية وكل معطلة الصفات وكذا، هو مشكلتهم إنهم هم يرفضون أصلا الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، بس هو بقي إنه يحرف المعاني، معاني الآيات، ويرفض الأحاديث، الناس اللي عندهم بعض الأفكار النسوية، فهي بس فقط هو إيش، هو عنده فكرة نتيجة جاهزة إنه الأحكام اللي فيها خصوصية للأنثى أو شدة على الأنثى كما يسمونها أو كذا، هاي إحنا بدنا نرفضها ابتداء، فإذا وجدت أي آية أو حديث أو كذا بيتكلم فيه شبهة من هذا، أنا راح أدبرها، راح أدبرها. كذلك الأمر النازل عندهم مشكلة مع بعض الأحكام الشرعية، مثلا مشكلة مع التعدد، هو في نتيجة جاهزة، هي هو ما بيروح بيبحث عشان يشوف شو ماذا يقول الله سبحانه وتعالى ورسوله في هذه المسألة، لا 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 لا، هو عنده نتيجة جاهزة، بده يشوف كيف بده يضبط الآيات والأحاديث بناء عليه. أنا عاجبني الأغاني ومش عاجبني إنها حرام، هيك مش مقتنع داري، وطبعا شو يعني مش مقتنع، ليس لا يوافق هواي هذا الكلام، فماذا أفعل؟ أبحث عن طريقة. فهذا طريقة الهوى، هذه الهوى بالضبط، هذا الهوى بالضبط. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شر الأهواء. ولذلك كان أهل العلم يسمون أهل البدع أهل الأهواء، كلمة يعني ثقيلة وفي مكانها. طيب، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.